أهلا مشاهدينا، يستمر مدنا المباشر برفقتكم صباح الشروق في مد متواصل، ملفات مختلفة ومتعددة. نفتح الآن نافذة على السياحة وعلى وكالات السفر اللي في الفترة الأخيرة في هجمات كبيرة جدا من قبل بعض المروجين في منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا قليل من المجتمع الأدوار اللي بتقدم فيها. كمان حنشوف هموم ومشاكلهم بالذات في ظل الظروف اللي بنعيشها الآن، إذا كان على جانب الناقل الوطني أو على جانب عموما وسائل المواصلات جوية وبحرية وأيضا برية. نناقش هذا الملف ومعظم بعض المحاور مع الأستاذ مزمل رابع، عضو قطاع وكالات السفر والسياحة. أهلا ومرحبا بك على شاشة الشروق حبابك. أهلا بكم، أهلا بكم وحبابكم الشروق. حقيقة أنا سعيد بهذا اللقاء وبعودة الشروق حقيقة للإطلالة وإشراقتها حقيقة، لأنها هي حقيقة بتمثل يعني حقيقة الوسيط الإعلامي الحقيقي، أو هي نبض الشارع حقيقة. الله يجزيك خير. أهلا بكم، أهلا بكم. الله يجزيك خير أستاذ مزمل. من حق أي زول عنده مطلق الحرية إنه يختار تخصصه أو مجاله على حسب اهتمامه اللي بيعمل فيه، فشنو من الأولويات أو من الضرورة عند لما تجيك فكرة إنك تنشئ وكالة بتاعت سفر وسياحة، شنو الضوابط الأولية عند إنشاء أي فكرة زي دي بالتحديد؟ والله هي طبعا حقيقة هو يعني تخصص نادر، هو تخصص أصلا يعني كل يعني في الشعوب، وأنا عندي تجربة حقيقة يعني كنت برا السودان وكنت شغال في المجال بتاع الطيران حقيقة أو الخدمات حقيقة، فالفكرة نشأت أنا عندي من المنطلق ده أنه أنك هاو تو هيلب حقيقة الناس وكده حقيقة. وفي القصة بتاعت ده السبب خلاني ألوز لوكالة السفر، فزي طيلة فترتي في الغربة وتحديد في يو اس اي كنت شغال في المجال الطيران يعني شغال في الخدمات، مجال الخدمات في الطيران، فالفكرة نبعت من هنا. القصة دي كلها الهدف منها أنك تساعد الآخرين يعني هاو تو هيلب وكده، وهي الخدمة المجان ما بالمقابل يعني ما عندها ما سلعة، هي خدمات وخدمات بالجودة وبالأداء المتميز عندنا هنا في السودان طبعا الضوابط يعني حقيقة هي تمشي بتقدم طلب لحقيقة وزارة السياحة والهيئة السياحة حقيقة، والطلب ده بتعمل باسم عمل حقيقة، وبعد ذاك بيتم التصديق عليه وحقيقة بتشتغل في مناحي السياحة كلها حقيقة بعد ذاك. طيب ما بالضرورة يعني يكون اسم عمل فقط يكفي ولا اسم عمل ومقر طبعا كل الحاجات دي؟ طبعا اكيد اكيد هو المقر والعقد ما بالحاجة قانونية يعني مقر يكون إن لم تكن مالكه يكون بالعقد الإيجار وكده يعني. استاذ مزمل انت ذكرت وانت في حصاد الغربة ودي على حسب اهتمامك عند انشاء وكالة بتاع السفر والسياحة، وكان اهتمامك انك تساعد الغير في الوقت ده بالتحديد. وكالات السفر والسياحة مقابل الخدمة اللي بتقدمها للمجتمع هي فيها عائد مادي، يعني اتجاه معظم الناس وكالات السفر والسياحة بما انه هي وسيط وممكن فيها يكون جانب ربح اكثر. نعم. صحيح يعني الحاجة دي؟ والله هي حقيقة ما بالتي انت بتقدم خدمة بالمقابل صحيح، وهي ما بالمعنى ذاك عشان ما نعمل شو للقصة بتاعته ونعمل يعني حقيقة تسويق للوكالات، هي رغم انه وقتها نحن حقيقة انا بذكر دخلت المجال ده في 2013 او 2012، فكنت شغال في الوقت ده كان حقيقة في المغتربين حالتهم فيها بحبوحة، والمغترب بيجي كل سنة يعني حقيقة، فكان في حقيقة في دخل عالي في الوكالات دي، واحدة من أسباب برضو غير أنك تقدم خدمة للناس وكده يعني برضو أنك أنت بالمقابل ده يعني في عائد كبير كان وقتها حقيقة. والعائد ده مبرر يعني برضو عشان ندي أصحاب الوكالات حقهم، لأنه هي كجانب جانب خاص يعني برضو فيه صرف كبير جدا للعاملين اللي بيكونوا معاك أو الإصافة العامل، فبرضو محتاج إنه تديهم حقهم. صحيح طبعا. فالخدمة متكاملة يعني. نعم صحيح، دي برضو دي هي جزء من أنك أنت كان بتوفر عمالة حقيقة للشباب والشابات حقيقة. فرص العمل. فرص العمل يعني كده. فدي برضو واحدة من الحاجات اللي يعني كانت برضو مشجعة لكثير من الشباب اللي تخرجوا وما يعني حقيقة ما كان لاقين فرص عمل وبتخصصات مختلفة حقيقة. صحيح. فالوكالات برضو ساهمت في العملية دي. طيب أستاذ مزمل، على مد البصر وكل ما تمشي في كل مكان في كل حي في كل زجاج
بتلقى وكالة السفر والسياحة مختلف الأسماء يعني، أو حتى في الأسماء البلس وكالة كذا كذا بلس يعني. نعم نعم. فده دليل العافية يحسب على يعني كثرة هذه الوكالات يعني، ده دليل العافية للوكالات ذاته وعلى الخدمة المقدمة، ولا خصم من تجربته برأيك؟ لا العكس، أنا أفتكر إنه في يعني حقيقة في تنافس يعني، حقيقة في تنافس عالي خالص في الوكالات، في الأداء، في الجودة، في الطريقة، في المصداقية، في الكثير من الأشياء اللي يعني بتخلي الوكالات، في وكالات متميزة خالص حقيقة. بتتميز بشنو عن الوكالات الثانية يعني، في الخدمة المقدمة ولا في الأسعار نفسها ولا في شنو؟ والله مرات حسب اللي نايم بتقلل يعني، أنت عشان تكسب كثير من الناس ما بتاخد ربح أو هامش ربح، ضعيف خالص أنك أنت بتاخده كده. كان في التذكرة، كان في الخدمات بتاعة العمرة، كان خدمات الحج وغيره، يعني بتاخد هامش من الربح ضعيف، ده بخليك أنت أفضل من الآخرين. والسودانيين المحل اللي بيحبوا المحل الأقل يعني حقيقة سعر وكده يعني. ده بخطنا في محور إنه الصورة الذهنية اللي بتترسم هي مهمة جدا عن الوكالات، أو سمعتها هي الفيصل بالنسبة لتعامل الجمهور معها. في الفترة الأخيرة مع كثرة الوكالات، كثير من الاتهامات اللي بتطال الوكالات او ملاك هذه الوكالات في المنصات او من قبل بعض المجتمع في الخدمه المقدمه، كيف ممكن انا اعرف ان الوكاله دي وكاله محتمده ومصدقه عشان اقدر اتعامل معها بشكل رسمي بعيدا عن الاحتيال؟ والله حقيقه في الفتره الاخيره دي حصل يعني حقيقه في كميه من الاشكالات، والاشكالات دي حقيقه ما اعتقد انه في وكاله رسميه مصدقه وبالبيبرز بتاعتها والدوكيومنت بتاعها، ما اعتقد ان عندها المصلحه انها تعمل تطلع خارج اطار قانون حقيقه، لانه في قانون في اللوائح بتاعه العمره، اللوائح بتاعه الحج والعمره، اللوائح بتاعه شركه الطيران اللي هي ياتا، في كل دول عندهم يعني لوائح حقيقه. فالقصه بتاعت السماسه او المشكله الموجوده في السوق حقيقه هي مشكله بتاعت السماسه، الناس الخارج يعني في وكالات بتسمي نفسها وكالات خدمات وهي ما عندها اي دوكيومنت او ما يعني ما رسمي حقيقه، او ما مسجله لدى السياحه ولا هيئه السياحه. فده حقيقه هو العامل الاشكال او عامل الرسمه الصوره خطا للوكالات. طيب حقيقه طيب استاذ مزمل، الظروف اللي بنعيش الان دي كثير من الوكالات هي اغلقت بسبب الظروف يعني او التكاليف العاليه، هل ده انعكس على معظم الوكالات ولا الوكالات المتينة الأساسة كان قوي بتتعامل بشكل مباشر وكسبة الجمهورية الباقية لحد الآن؟ والله الحال حقيقة بتاع السيولة الموجودة في الحقيقة في البلد الآن ده يعني حقيقة انعكس على كل الوكالات، وحتى عوامل الحقيقة الآن في عوامل خارجية، وحتى يعني احنا أغلب معتمدين على المملكة العربية السعودية، أول مختربين في المملكة أو ده العمرة بالذات المملكه المقيمين قال في التذاكر حقيقه، والشعائر العمره والحج، وده كان حقيقه الفتره بتاعت الكورونا السنتين الماضيه بتاعت الكورونا برضه لعب دور كبير جدا في اغلاق كثير من الوكالات حقيقه. فده الان يعني طال اي وكاله حقيقه، اي كان يعني الوكاله اللي عندها حقيقه سمعه واللي عندها وشفيع حقيقه. برضه انا ممكن اذكرك بانه ما كل الوكالات يعني هي عندها الكونترات مع الحج والعمره، او مع ما كلها هي في اداء العمره والحج يعني، هي حقيقه يعني حوالي 8 او 9 او 10 وكالات هي اللي عندها عاملين معها كونترات وكده. طيب استاذ مزمل، يعني في اقل من دقيقه شنو ابرز المشاكل اللي انت بتواجهكم والحلول الممكنه لها في التوقيت ده بالذات؟ والله شوف، ابرز المشاكل الحقيقه اللي هي ابراز اول القصه بتاعت القوانين حقيقه يعني محتاج انه الجهات الرسميه انها تتعامل مع الناس الخارج القانون، اول انه تتمنع القصص دي يحصل، ده واحد. اثنين برضه اشكالات حقيقه بتاعه الانفلاتات الامنيه، ولا ده برضه بينعكس سلبا على السياحه حقيقه، عشان انت يعني بشكل الان عام. بشكل عام حقيقه دي واحده من الاشكالات اللي اثنين برضه يعني في البلد الان عدم استقرار برضه لاعب دور كبير جدا
الهجرات برضو الغير يعني غير الآن يعني في هجرات لليبيا ولغير غير غير رسمية كويس والهجرات إلى مصر وغيره. فحقيقة أنا يعني شايف بأنه إحنا ضروري جدا جدا المسائل للجهات الرسمية تحسم المسألة. وإن شاء الله إن شاء الله ده يكون برضو دليل عافية في المساحات الجامعة التقيكم وفي تطوير أكثر وخطط بالنسبة لعمل الوكالات. أنا مقدر جدا أستاذ مزمل الرابع عضو قطاع وكالات السفر والسياحة حضورك صباحا وتبصير كل المشاهدين بكل التفاصيل اللي قدمتها أنت صباحا. كتر خيرك. كتر خيركم ونحن حقيقة شاكرين للشروق حقيقة ونحن ما دارين نعمل دعاية لحقيقة الوكالات وكده، لكن أنا أفتكر أنه ضروري جدا جدا أنتم بتعملوا في خدمة بتقدموا في خدمة للجمهور مشتركة مشتركة. أشكركم يعني أنا مقدر جدا. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الله يسلمك.